محدش له دعوة، محدش له دعوة، بقول لك محدش له دعوة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخناقة دي؟ مالناش دعوة بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. متسألي كده؟ لو سمحت. هاي هاي. لو سمحت، هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقة هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقة؟ انت بعد الشر حضرتك سجقة. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخدة هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعة. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيرة دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربية؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربية. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني ادم خطأ. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا، بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه كفته دي. حلوه الكفته، اعمله كفته، هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني، حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا، بقى لما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني، لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاع ليه؟ وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي. ما تطلب برتقال يا عم، ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم، شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئة لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيرتن تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معايا في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي. ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كاني بموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي ما لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. Thank you.
قالوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. وانا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شافوهم لك انا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركنوا هنعمل ايه؟ اهدى ما انت اللي غبي، صينيه في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. لو هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ليه ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه؟ خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. ايه افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خليه في النص خليه في النص. ماشي 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 ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. أنسة نيلي أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة. أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على الإنستجرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف بس. هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظة قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعة. البسيها البسيها. طيب بص يا سيف، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عايزة فلوس؟ عايزة كام؟ لا 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 خالص، أنا معاك في الجامعة. إيه ده؟ جامعة إيه؟ معايا أنا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. إزاي يا ابني؟ ده أنا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت أعرف يعني، أنا بحضر على طول. ما طب أفكرك؟ انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. متعضعضه؟ انا ما عضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي. انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني. فضلي. ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. وتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه ما تاخدي المشروع بتاعي احسن.
بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني، ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقولك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك اقعد مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص متزعلش، مش هزعقلك تاني.